معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر، كالعادة بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية. امبارح أيضا تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. تناول هذا الاتصال مستجدات الجهود المشتركة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة لتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية. وامبارح صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة أمير دولة الكويت لمصر، أكد البيان ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة. كما أكد أيضاً على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وده وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة. وأعرب الرئيس السيسي وأمير الكويت عن رفضهم القاطع وإدانتهم لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية والانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. كما أكد في هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشدد على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تناول مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بالكميات الكافية والملائمة. وأكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع واستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورومان جلوفيتشينكو رئيس الوزراء البيلاروسي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة مباحثات موسعة تناولت مناقشة عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك. وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الوطيدة اللي بتجمع القيادة السياسية بالبلدين واللي تجلت بوضوح في تبادل الزيارات الرسمية لرئيسي البلدين على مدار الفترة الماضية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيارة العاصمة البيلاروسية مينسك في يونيو 2019، فيما قام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بزيارة مصر مرتين عامي 2017 و2020. امبارح أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتصريحات عقب انتهاء جلسة المباحثات المشتركة المصرية البيلاروسية، وأكد مدبولي أن العلاقات المصرية البيلاروسية الوثيقة بتمتد لكافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية، حيث أن الإمكانات البيلاروسية في إنتاج المعدات والميكنة الزراعية والجرارات معروفة في كافة ربوع الريف المصري، وتساهم جهود البلدين في زيادة معدلات التصنيع المشترك في هذا المجال وغيره من المجالات التقليدية والمستحدثة سواء بسواء، فضلاً عما توفر مصر من مزايا وحوافز يمكن الاستفادة منها من جانب المستثمرين البيلاروسيين. امبارح افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورومان جلوفيتشينكو رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا منتدى الأعمال المصري البيلاروسي اللي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ومسؤولي الغرف التجارية ورجال الأعمال من الجانبين. وأشار رئيس الوزراء إلى الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات التي تأتي في ظل القناعة الراسخة بأهمية دور القطاع الخاص وضرورة زيادة مساهمته ضمن إجمالي استثمارات الدولة بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، واللي تم تنفيذهم على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى المراحل الرئيسية اللي تضمنت عرض القرارات والإجراءات المنفذة من الجانبين وناقش عدد من القادة والضباط في تنفيذهم لمهمهم واتخاذ القرارات المناسبة أثناء إدارة العمليات، مشيداً بالمستوى الراقي اللي ظهرت عليه كافة العناصر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة احتفلت بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط بعد انتهاء فترة دراستهم بالكلية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملوا أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، اللي بيأتي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لتحرير سيناء. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتوفير حياة كريمة للمواطنين، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعي ل 500 شاب وفتاة من أبناء المحافظات اللي بتقع بنطاق المسؤولية، وده بالتعاون مع رجال الأعمال وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين والشخصيات العامة، واللي بيأتي في إطار دعم ومشاركة المجتمع المدني والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.